الترند العالمي واهم خبرين فيه. بداية محمد صلاح والكلام على ان ده طبعا من خلال حساب في الجول على تويتر، واللي بيقولوا ان النادي الملكي يستعد لضم ملك مصر اللي هو ريال مدريد، وانه بيستعد لضم محمد صلاح في الصيف المقبل. والاقاويل كانت كتير جدا على مدار الفترة اللي فاتت ان صلاح مش مبسوط في ليفربول وفي بعض المشاكل بالنسبة له، فبيفكر في الرحيل سواء ريال مدريد او برشلونة. هنشوف ايه اللي هيحصل في الصيف، نتمنى ان صلاح ياخد القرار اللي يكون افضل ليه، الله اعلم ايه هو، لكن هو ما شاء الله عليه يقدر يدير اموره، عنده وكيل لاعبين مميز جدا يعني. فهنشوف ايه اللي هيحصل في الصيف، لكن هتبقى حاجه كبيره قوي ان احنا يكون عندنا لعيب بيلعب في ريال مدريد، ده امر هيكون مميز. لكن خلينا سريعا نروح للخبر اللي بعده، تمام، وهو خاص بباريس سان جيرمان واللي اعلنوا في تعاقدهم مع بوكيتينيو طبعا المدير الفني الجديد ليهم بعد رحيل طبعا المدرب السابق توماس توخيل المدرب الالماني. وجايبين صور لبوكيتينو وهو سواء كان مكان لاعب وتعاقد مع باريس سان جيرمان او حتى وهو مدرب وبيتعاقد مع باريس سان جيرمان كمدير فني، بالاضافه لبعض اللقطات ليه واهدافه مع باريس سان جيرمان سابقا. لكن بوكيتينو كانت اخر محطه ليه هي محطه توتنهام، ووصل معاهم لنهائي تشامبيونز ليج وخسر من ليفربول 2-0 بعد ما ادى بطوله في الحقيقه اكثر من رائعه. بالمناسبه بيفكر يجيب ديلي الي من توتنهام اللي مش بيشارك بصفه اساسيه مع جوزيه مورينيو، لكن كان تالق بشكل كبير جدا مع بوكيتينو لما كان ماسك توتنهام.